شر في شر. الجهمية تلقت من الفلاسفة وهم تلقوا منها أيضا، ولذا قالوا وهم في معتقدهم خاضوا هذه المعتقدات المذكورة سابقا، قالوا لا بعث لا جنة لا نار لا صلاة لا زكاة لا صوم، وإنما هذه أشياء كذبت الرسل عليهم الصلاة والسلام على العوام من أجل أن يسيروهم على الطريق الصحيح، وهم الباطنية. فهناك باطن وهناك ظاهر. ولو عدنا لما قيل إن الروافض أشد الفرق، لأن الباطنية ما أتت إلا من الروافض، الباطنية ما أتت إلا من الروافض.